هذه الديار ديارنا ولنا فيها دين ومعتقد. القدس ما خنعت يوما لمغتصب وعن داره ما فرط الأسد. تركت غزة وحدها تقاتل والعالم ينتظر. قالوا لنا أن جامعة الدول العربية ستجتمع بعد أيام من أجل أن تتشاور في موضوع القدس وغزة. سبحان الله، أمن يحيي العظام وهي رميم؟ تخيلوا معي، كل هذه الجيوش الجرارة للعرب لا يعرف أولها من آخرها، من صواريخ وطائرات وقذائف وعروض عسكرية صدعوا رؤوسنا بها ليل نهار، ومصر نبيهم يدافع عنه بالحجارة. رغم كل هذا العتاء، رغم كل هذه العروض العسكرية التي نراها ليل نهار، إلا أن مصر نبيهم يدافع عنه بالحجارة. ألا خسئت تلك الجيوش؟ ألا خسئت تلك الأسلحة التي لم تخرج اليوم لنجدة أهلنا في القدس؟ التي لم تخرج اليوم لنجدة أطفال يقتلون، 15 طفل قتلوا واستشهدوا في غزة. أيها العالم، ما هذا السكوت؟ أو ما يؤذيك هذا الجبروت؟ أرسلوا صور الأطفال المحروقة أجسادهم، أرسلوا منها نسخة للمطبعين، أرسلوا منها نسخة لمشايخ البلاء. إن يهدموا كل المآذن فوقنا، نحن المآذن، فاسمع التهليل، نحن الذين إذا ولدنا بكرة كنا على ظهر الخيول أصيلا. لله دركم يا أبطال غزة، لله دركم يا أطفال غزة. ما بين وعدين بات نصر ينتظر، ووعود غزة لا تبقي ولا تذر. غزة خلال يومين أغلقت المجال الجوي للصهاينة، وأوقفت حركة القطارات، وغيرت وحولت مسار الطيران والطائرات في مطار بن غوريون. غزة خلال يومين رفعت حالة التأهب في المستشفيات. غزة خلال يومين جعلت نتنياهو يقود مجلسه المصغر على مدار 24 ساعة. نحن الآن فوق الأرض، واعلموا أن رجال غزة تحت الأرض يصوغون المجد والكرامة لمن هم فوق الأرض. والله والله، لو تركنا بدون غزة، لو تركنا بدون رجال القدس، والله لرأيتم دبابات الصهاينة على مشارف العواصم العربية والإسلامية. إن ألف قذيفة من كلام لا تساوي قذيفة واحدة من حديد.